السلام عليكم الاولاد بسعاده وبسعاده كالعاده رياكت جديده الامباير شو اسمه التراك بوراتا 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 الله اعلم شو معناها بوراتا الكعبه بوراتا كعبه بوراتا بوراتا ما عرفش اخويا اسمي غريبه صعب شو اسمه امباير الموضوع هذا بطبيعتنا امباير اب التراك الاولاد وباس كيس حيفر نسمعوا ليتس جو مامي ليتس جو مبتلاش الزعم الغلط من مبتلاش الغالي الثاني مهم العيلة الغال مبتلاش صحيح خفوش بذية مني أفكاري خريب بيك اللي سمعوني كله مني لما هي لحظة بركة هيثم بالله نقول لك لو عندهم الحق العباد كي يقول لك خليه يتحدث خاطر فما ناس يعني مثل فكرتهم وانت تمثل فكرة ناس أخرى فهمت شو فوقت اللي يتعارضوا الفكرة بتبيعتها مش بتكون على هواك خاطر فكرة مغايرة انت ما تسمعهاش لازمك تسمعها انت ماكش فاهم وهما ما هماش فاهمين اللي اني كان باش نسيبك خاطر هما كانوا هما باش نسيبك تحكي فكرتك اللي احنا من تحت النص ساعه كل فيديو مانيش باش جرب فهمه وسيبني جرب فهمه وسيبني تعملها التجربه برك خلي نشوف النتيجه امباير عفيف يا حاج تحكي وعالراب رسمي شكون اللي راب صدرك حليب دو نفرتهم بورات دو نفرتهم بورات شنو هذا يا اخونا شفت اني من الاول كي قريتها بوراتا اش معنى نفرتهم بوراتا كما نقولوا احنا عنا احنا كعبه ورقه فحطونا الاولاد شنو هي البوراتا بوراتا هل هي عندنا احنا لهنيك السكينه الكبيره كلا تبدا هيك طويله وعريضه فيها يا ودي بخلني نسميها ورقه كعبه ورقه هل هي نفسها هو قال لك نفرتهم بوراق بوراتا مون اللي راب صدرك حليب تو نفرتهم بوراتا هاك صدرك حليب تو نفرتهم بوراتا على ذكر الورقه هذه نصوروا في كليب لنا وقت معنا زوز اولاد زنكلوني و نيكم على من عذبكم نيكم على عدو قصلو على كلامه باي ما عجبت احكي للي ما بطل احكي لا بطل ها بطل ما نسمعوك استلعتكم انا نشوف فيكم اللوطة نعظمك في المبورة رسمي شكون اللي راب صدرك حليب دو نفرتهم بورات ما يتلف استلعتكم انا نشوف فيكم اللوطة نعظمك في العظيمة حوتة تنضحك عليك الموتة ما يتلف استلعتكم اماني نشوف فيكم لوطة اخونا اخونا شيخ عقب العمر تضر تكر تريبات ما سوحب شولاد الكروس بش يصوروا الكليبات ما سوحب شولاد الكروس بش يصوروا الكليبات ولهني امبايا يزيد يوثق كلام بسعادة اللي قالوا في كذب الرابرات اللي هما عندهم الرابرات رابرات الرابيريت واخروا لنا في ايديا كذب الرابيريت اللي قلت لكم عليه راهو ماهمش يدخلوا في فلوس من اليوتيوب باش يصوروا بهم كليبات نحكي على عباد معينه مشهورين صحيح معروفين صحيح يعملوا في فيوز صحيح لكن بالرسمي يعملوا على شهرتهم هكيا باش يجيب فان بحذاه والاخر يبدا ولد فلان ولد فلان يصرف عليه ويقول لك كيما امباير قال لك كيلوات تتقص في استوديوهات ماهوش متاعنا من اللوطة سمعتوا من اللوطة كي قالك ماهوش متاعنا محامة تقص في استوديوهات عرب ريوس ويكيبات كتلو تفرتو بعد السيت ولدي عمرك الراب يشوف فيش هزيت تترويت ولدي عمرك الراب يشوف فيش هزيت تترويت شاتت كوجينتك التوى ملقيت راب يشوف فيش هزيت تترويت بالباس شاتت كوجينتك التوى ملقيت روسيت كلون شفتك في اللايف وببليكك بالسوسيت بوسيت كلون شفتك في اللايف وببليكك بالسوسيت انترنت طيحنا كسرك تفسكي ترابي للترومبا تتمركي معاها بسولة لي كاسكي شتا يدي شبيك اخونا سيرك تفسكي ترابي للترومبا تتمركي معاها بسولة لي كاسكي تكستواتي تتكرر مسكين اللي ما سمحهمش تكستواتي تتقرى مسكين اللي ما سمحهمش شوف عندي تصاور فيك تيك توك صح مخرج ما يراهمش اللي سمعوني قاعدوا فرما شوف عندي تصاور فيك تيك توك صح مخرج ما يراهمش اوي
هاي بونش لاين هذي تتصور في بكي هذي تكسح مخرج ما يراه ميتافور هذي نورمال مو تتسمى الوليد بالله على ذكر الميتافور وذكر البونش لاين خليني نقول لكم اللي أنا إلى يومنا هذا ما نعرفش معناها بونش لاين كيفاش نعرفها ما نعرفش إيجا قول تعريف متاع البونش لاين تعريفها ما نعرفش الميتافور مثلا ما نعرفش نعرفها زاد لكن نعرفها البونش الميتافور نعرفها الميتافور هي انك انك يعني تقراها تقراها مش كيما انت اني على سبيل المثال نجم نشد لك البونش لاين لكن كي يجي انسان يقول لي كيفاش نعرف البونش لاين ما نعرفش نعرفها كيما تحكي صحيت صحيت لك هذه بونش لاين فاني من ما لكن ما نجمش نعرفها اني من محلي لنا نطالب جيجيا انه يقول لنا تعريف البونش لاين وتعريف الميتافور اش نلقى ناس تعرفها الميتافور خاطر الميتافور موجود سواء في 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 من تصويره تصويره الميتافور مشهد مشهد ما عرفها عرفها جيجيا البونش لاين لا وقت قال لا في هي فاهم وقت قال برشا ناس ما يعرفوش معناها اسئله مش معناها بونش لاين قلنا قلنا لو من هذا شرشيت برشا سألت برشا عباد تحكي بالبونش لاين تسمع بونش لاين اش معناها ما عرفوليش البونش لاين اللي نعرفه البونش لاين كيفاش نعرفها البونش لاين اللي تعب اوه شو قالوا حسيتها وما فيهاش ميتافور نعرف الميتافور لاني لاني استعمل ميتافور هو كتبتي فيها تصور ما فماش تصور في كتبتي ولنا الميتافور اما فهمت شنو لكن ما نعرفش حتى الميتافور نعرفها كهيك يعني بجمله انا لازم الاولاد الاولاد اللي تعرف العباد اللي تعرف تعريف الميتافور وظهر لي اسهل من انه يكون تعريف بونش لاين لكني حاجتي بتعريف البونش لاين اللي اليوم من هذا ما عرفتش حمصني جي جي في افهم قال اسالهم كيما عمل الكاستر وقتها قال اسالهم شنو هي هذه وكان الخونه الضحيه بعدها في عبد اللي كان السؤال توجه له اللي هو وقت قال له فاز طلع 2017 فهمت فما نحبش يكون الضحيه التالي اخونا اعطيونا تفسير البونش لاين كيفاش تتصاغ جمله تفسر معنى البونش لاين حاجتي بالبونش لاين طوا اسمعني نجم نلقاها سهله بونش لاين يا اخوي يا واسعين يا بتاع الموسيقى يقول لي ما نفهم احنا ما نعرفوش البونش لاين بدو يرياكتيو ويقيموا تعريف ما يعرفوش البونش لاين البونش لاين نشدها نشدها كي نسمعها ايوي. لكن ما نعرفش نعرفها اوي عطيونا اخونا الناس الناس الكبيره البونش لاين والرياكتيو ونعملوا في الفيوز او ندخلوا في الفلوس ما قلتاش باش نحب نعرفها يعني قولوا لنا الاولاد شوف اللي يعرف عطيونا تفسير البونش نكملوا واي مش اللي سمعوني قاعدوا فورماتي تنخخ ما رادوا ربنا عطيتو قدروا غناكم يشبه لبعضو ربنا عطيتو قدروا غناكم يشبه لبعضو اذايا ياسر ياسر قويه ياسر وزدت عايت معاها علاش فما ناس هبطت تراكات بالرسم يتشبه لبعضها شنو الاختلاف مثلا على سبيل المثال ما نحبش نسمي خاطر تقول لي بعث لي مشاكل شخصيه لكن نحكي بصفه عامه فما رابرات وامسيات وارتيستوات راهو ما تفرقش ما بينات تراكاته راهو مثلا هو هبط انا اليوم تراكات الامباير مفرق بيناتهم السنايم السماء موجود في حاجه عندكش مضيف معناها هكا يا صاحبي سكتا يا حلاره سحنين وسونتيمونتال جينيراسيون في ديبريسيون احكي على السونتيمونتال مشيش تقول تخمرت نعرف مليح وين قمرت اللي دخلوا فلوس تونس في نهار في الليل تفكوا قمرت اللي دخلوا تونس عاودوا ضربه اوه على سي بي شديتهم الواحد وتخلي كامل الناس يمشيش في بالك تخمرت بانش لاين اخرى يمشيش في بالك تخمرت تحتها برشا برو شلوطه هكاك هكاك هذه بانش لاين فاش ميتافور لكن كيفاش نعرفها شنو لازم لي نقول باش اقول بانش لاين لازمك كيفاش شو تعريف البونش لاين تعريف البونش لاين التاول لقيته سألت برشا ناس برشا ناس حتى لقعت نحكي معاه هو يفهم فيه فهم عطانيش صيغة الجملة هيك صيغة يا برو البونش لاينك اللي تجيك ما بين أربع سطورة وتحس اللي هي بونش يعني لكمة هيك تفسر الكلمة بونش يعني بونش لاين استر اللكمة إيه لكن كيفاش نجي نعرفها بونش لاين كيفاش نقول له لازمك تعمل كذا باش تصنع بونش لاين
فهمت شنو هذه الدوام القيام تعريف تعريف الصحيح جيجيا طياشها القنبلة اسألهم شنو يبقى هون اسألوك احنا يا قول ما نعرف شنو يقول لي شنو الفلوس الفيوز تبيد اموال والحم كليبات في تات هيتات وستيل لهني احكي على برشا اخرى لهني امبايا قاعد يكمل في اللي عمله بسعادة في كذب الرابيرات وكما تفرجت على الفيديو برا مش يتفرج فيه برو وتتشوف شا حكيت لك قلت لك فما ناس تعمل في حوايج اخرى اهو قالها لنا واني في بالي بها وامبايا في بالو بها لكن قلت لك ما نطلعش نحكي لك برو الا ما يكون عندي البروف الاثباتات على خاطر اليوم عندي 150 الف واحد يتبعوا فيها ما نجيش نحكي لك موضوع من غير اثباتات هيا لتفكوا جمرت الفلوس لفيوز تبييض اموال الفلوس لفيوز تبييض اموال نايك تبيضوا في الاموال نايك هذا هيثم خاطر ما حكيتش اني امباير ما حكيناش حس اللي امباير مأثر فيك البريد لا لا تبدل وليت متحمس اكثر حبوا امباير حبوا قاعد محب شوي يمشي يبحث قاعد لا علاش تعرف على الجرام امباير لا 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 امباير بارطاجي لي بارطاجين الرياكت نتاعنا واش كتب عليها اول مره نلقى ناس الحمد لله لقيت ناس تفهم يجيني من بعد واحد يخرى ويمسح بكاغط في جنان ولا بحجره حاشاكم الاولاد حاشاكم فهمتني حاشاكم وحاشا قدركم يجي يقول لي انت ما عمرك ما عملت حاجه تصلح خي انت تفهم راب والمشكله الانسان هذا اش حاط في بروفيله تصويره امباير يعني الانسان هذاك اللي انت حاط تصويرته بارطاجيلي وقال لي لقيت نستفه يعني اني نغلط اخي مانيش نغلط لكن على غلطه تجيني انك تردني ما نفهمش حاب نوجه ميساج يعني ما نفهمش حاب نوجه ميساج للناس اللي تقول لك يا اخي انت تفهم في الموضوع هكا شوف الناس هذيه الناس هذيه انا مش باش نسكت الناس هذيه هي اللي خلتنا بالرسمي التالي علاش على خاطر النخبه اليوم في تونس يقول لك نخبه مش نخبه لحظه علاش سميتك هيك تنقول لك نخبه المثقفين اللي هما حاطينها صف الاول اللي هي الناس الحافظه مش فاهمه الناس الحافظه مش فاهمه يعني قاري يكتب وتسمي لك ما قال الفيلسوف الفلاني وقال لك درا شكون لكن ما عطاوش الاضافه هذوما نورمالمون الاولاد ما يتحطوش هما في الصف في الصف الاولاني مش هذوما باش ينهضوا بدوله مش هذوما باش ينهضوا ببلاد اللي في الصف الاولاني العباد اللي الخبرة متاعهم والثقافة متاعهم مبنية على التجربة ناس عندها فكرة وتحاول انها تطبق وتحاول انها تسعى فكرتها الخاصة راهو العباد اللي ارشي مليارد يعني العباد اللي تحكم في الفلوس في العالم ما توحشتك يا بيبي العباد اللي عنده الفلوس في العالم ما هوش متخرجين من الجامعات الاولاد برا شوف برا ارجع لكن لاني مش نشجع على الجهل بالطبيعة لكن لا نحب نقول لك اللي بالرسم اللي أثر هو الإنسان اللي عنده ثقافة ناتجة عن تجربة برو ملا دي بيس عنده يا أخونا طبعا مش يا وليد رتكي خلي على راحته رتكي خلي على راحته نفس الحكاية في الموسيقى نفس الحكاية في الموسيقى عباد حافظة مش فاهمة تجي تحكي لك على كولتير وعلى في امريكا شنو صاير وكيفاش يعيشوا هما غادي فلازمنا احنا نعيشوا كيفهم ونرابيو كيفهم ونحكيوا على المواضيع اللي هما يحكيوا عليهم هذوما العباد الحافظه ماهيش فاهمه الاولاد يجي يحكي لك من الحزام اللوطة ويقول لك ما بتوباك وبيجي كلاشوا بعضهم كاش مدخلنا فيهم هذه العباد اللي حافظه مش فاهمه تشدوا سارق تكنيك وستيل متاع موسيقى يقول لك يا عادش بيها وفلان سرق مني وما تكلمتش هذيك الكولتير وانت ما عندكش في الكولتير فالولاد لغة انك شنو تفهم في الموسيقى راهو التقييم لازم يكون نابع على الاحساس الولاد اول حاجة مش على انت شنو فاهم ولا الموسيقى تجي كيك ولا اني نأكد لكم اللي فما تراكات وكانت هيتات وضربت وصلت بالفيلين بالاحساس ما وصلتش بتجي كيك ولا مجيش كيك كان جيو نحلها ونشوفها اسكي جي كيك ولا ونجيبوا ناس اللي تفهم في الموسيقى بروديوسر ملحن اللي هو تو يفيق لك بنوتات غلطه ويفيق لك بحاجات غلط لكن اللي وصلها الاحساس مش هل هي جي كيك ولا ماهيش كيك فقط كمل فقط لاني نضمن بجنبك اني كم هاك جماعك على قالوا لي هيك خليه يحكي اني كم انا ما قطع لكم جعابكم فرحانين برو لاني نتحدث حطوا له الاولاد قولوا له نفسهم كمل هذا كمل ولا تسير. هاك خليتوني في أحكي.
سليبين في تيت هيتات وستيل جرام كليكات كلونات اما فلوات جرام هلكو اما فلوات جرام يقاقيو الكل جرام كليكات كلونات اما فلوات جرام هلكو دومين ترافيك مسكين الفار زارة هلكو دومين مسكين الفار ليش نايك عميك ماك الدعم لولاد عداد حبوك مطيع برنسيب تبيع نرمال سفارات فورنات فارا في بال نعاد ما فهمتش قال فارات فورات يا اخونا نرجع شوية نرجع شوية برمشي نيك برمشي نيك تبيع نرمال سفارات فورنات فارا في بال نعاد سفارات فورنات سفارات فورنات تليفونات راح من بابا اللي فهمت الاحسن باساج ارجعوا لي بعد جمعه خاطر هذا باش نولي نترنى به الترك هذا في الصاله بعد جمعه نقول لكم بالتفصيل كل كلمه شنية شي منا فيك شميت وشكميت وشكليت وشش واي واي شي منا فيك نايم شي منا فيك الشميت وشكليت منيك في الصلامي نايم ها فونات فرع في بالنا عاد وانتي تحان احسن باساج عمال اشي امنا فيك شميت وشكميت وشكليت وششليت تشليت تطلعوك نوعك شكليت راب رومانتيك فلو دموع سموان لايك يو فردا راب رومانتيك وفلو سموان لايك يو تتلوك شكليت عرفت سموان لايك يو مش بتاع اديل هذي someone like you هي ارجع شخصا بها someone like you معناها شخصا يشبهك معناها مثلك ايه هي غنيت هذه في راب رومانتيك فلو دموع someone like you راب رومانتيك ودموع someone like you كيما اديل به صح مر ما بيناتنا الف سنه في اللايك يو someone like you فرد مر ما بيناتنا الف سنه في اللايك يو فرد عمر ما بينتنا 100 سنة في الاي كيو الفا 100 سخبتها ذكرتني بجماعة الميمز اللي يعاود البر بالغلط يخدم على روحك بالراي اسمي معناها ما لقيت ما تبدل كان الالف تردها لحيت صفر شوية صفر لالف 100 عشان لحامك ما انتي فيك كاش مش بيم ولا كارت تخاف معك بودي جارد خشمك شوف خذ له قرار شارع يخدم تخاف معك بودي جارد ما منتي ترمى عفات جيبوك تجري حفيان دوروك لبسوك صبات بليت حبسك الدار جيبوك تجري حفيان شوفوا شكون شكون اللي يجري حفيان نعرف واحد اني يجري حفيان في الامارات شكون اخي مش يجري اخونا حفيان وقتها طلع لي بال قال لك نفس اللي عامل هكا في الشباك في النقبة مش حفيان ما خرجش وقتها حفيان لا تبش لا شيء ايه لا تبش لا شيء خرج بدبشه اخونا ما شبيه. مش عليين لا الدبشه معناها فاليزو ايه حفيان وقال اخونا شو عندك تجيب مواضيع تحطها في بعضك مش تجيب اخوي قالوا ليه قربت شوي اخوي النجم نطلع قالت اخوي جيبوك تجري حفيان دوروك خدم بالكلمه منتي ترمى عفات جيبوك تجري حفيان دوروك لبسوك صبات بليت لا 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 جابوك تجري حفيان دوروك لبسوك صبات يعني انت ام سي حد شيء ما كان عندك شيء جابوك ولبسوك دزولي الاولاد فهمتها بالغلط ولا كارت تخاف معك بودي جارد خشمك شوف خذ له قرار شارع يخدم بالكلمة منتي ترمى عفات جابوك تجري حفيان دوروك لبسوك صبات هكا قال خشمك شوف خذ له قرار بليت حبسك الدار انت خدمك لازم تاخذ له قرض يعني انا عادي باش نخمم نحل مشروع لي تتشمس شي حترنيخ حتى البحر غدار بلع لعبيد رجع شيخه شفتك تبوس في الاعوان مرش تقدر من قبل شفتك تبوس في الاعوان مرش مقطر من قبل وتفي روحك عوام حفظك يشوف لي حل اسبوعي حشمت ما نبدلش الشعاره من تيلي ديما شيعا فتلفز تتنطر تتيتم تندب كالشيعة فتلفز تتيتم تمق تندب كالشيعة ترعى المدنة خليقة ما خليق راس الزنقة تقعد تصرف في مكتوبي ما تجيش حتى نمدك صدقة تقعد تصرف في مكتوبي ما يجيش حتى نمدك صدقة وشكون اللي صدقة صدقة
سبقة صدقة. شكون اللي يبكي كشيعة في تلاف صغار تبكي تتخبط كشيعة؟ أهم شكون؟ ما عنديش فكرة. فما شكون في مخي أني يبكي ما أخاف نظلم العباد كيما جنراسيون بانت الموضوع خاطي الموضوع معنا الناس اللي تسمعك تقعد ايميتاسيون مش كان رابك حتى لبستك تفركح بالكحكاح تكح فردج بالسيرو كومو تفركح بالكحكاح تكح مش كحكاح تكح ومفردس بالسيرو خي تعمر واح شفل ما عادش تزيدوه الفلوس الفلوس تبي ليه هني كحكاح لازم يكون يحكي على السلاح وشون بيس بس كحكاح ريت عباد عندها كحكاح ويجي اقول لك حاجه مش في تونس بالكحكاح ريت اقول لك حاجه هذه ملاحظه مزيانه راهو الاولاد راهو في الراب ينجم يكون الارتيست ولا المسي ماهوش يقصد في حد في حاجات احنا نبداو نلوجوا عليهم في شكون يقصد لنا فهمت شنو ينجم يكون هو ينقد ينقد الاولاد ينقد في فكره نتاع عباد ما قلتلوش حتى مره نقص نيك ولا اسكت عصبه ويا خلينا نكمل نكتونه والله نكتونه والله نكتونه هم الرياكت والله برا كمل اخوي سامحني اني غلط حاسيل نوليش بعت لي حاقرك ولا حاجه كمل احكى ها وردوني حاقرك فهموني الاولاد جاوا نبي مريق كمل يا احكى فهموني الاولاد شلون حبوا مريق كليبات في تات هيتات مستيل شراب كليكات كرونات اما فلوات شراب هلكو دومين ترافيك مسكين الفان هلكو دومين ترافيك مسكين الفان نايك ارامك ماك الدعم لولاد عطاد حبوك مطيع برنسيب تبيع نرمال صفارات حبوك مطيع برنسيب تبيع تبيع نرمال بونيت فرع في بال نعاد وانتي طحان لحصان باسا جمال انتي طحان لحصان باسا جمال بربي طلعني معك في التلفزة نقول لك حاجة اخونا قل لي حاجة مش باش نحكي على التراك باش نحكي على سبي باقي ناوي تحكي على التراك صار انتي انتي مازلت ناوي باش تحكي 22 دقيقة وناوي باش تحكي باه حاسيلو مش باش نحكي على التراك باش نحكي على التجربة اللي عشتها مع امباير من اللي بدينا الالبوم ايوه من اللي بدينا الالبوم امباير ينجم يهز الموسيقى ولا يحل فرع اخر يعني يحل ليفل اخر يمشي بهنا ليفل اخر في الموسيقى بتاع تونس اليوم بالشيء اللي لاحظته انه العاب كلمه في التراك في زبط اللي احكي انت باش الناس التراك كلاش واضح فهمت خاطر حسيت الناس مش فاهمين الموضوع هذا كمل احكي تا باهي نجم يكون كلاش مش موجه لحدا حد راه فما برشا تراكات كلاشات ستيلات راب مش ايه ما ايه معناها مستيل اتاكي هي متى يتاكي في الموسيقى اوكي يتاكي في الناس اللي تخدم في الموسيقى كيما عملنا قبل واستوديواتكم تمسخت ودنيتكم تمسخت اليوم كيف كيف هكا يعني في تبييض اموال ودنيا وكذا فقاعد يهاجم في الخمج اللي قاعد يصير في المارشي وهذا علاش ديما نقولوا البلايص هذوكم يكونوا اولى كما وقتها قلنا في رياكت ألفا نورمالمون أصحاب المحتوى مش وقت إنك تحكي غادي وقت اللي أنت عندك برشا خمج في المارشي نتاعك المفيد باش ما نبعدوش اللي استنتجوا إن ينجم يهز الموسيقى الأبعد من اللي هي فيه اليوم إيش معناها؟ ريتك اللقطات شنو هو الحجاز شنو هو المقام اللي لعب عليه؟ حجاز هيك حجاز حسيت المقام هكا روح تونسية وبتبيعته عنا كما عنا لطفي بوشناق وعنا الناس هذيك والمالوف بتاعنا من عرش نوع المفيد هذيك نجم نركزوا عليها في رفرانات تقد قدها امباير قد وحتى حتى لهنا حتى التكنيك هذه اللي خدم فيها الرفران هذه رفرانات الكل في الالبوم هذا مش عارف صحيح لهنا نحاولوا وعفيف والولاد كل اللي كيب الكل نجم نحاولوا انه نصنعوا حاجه فيها الروح التونسيه حتى في الموزيك بروح وقت اللي تكون الدربوكه مش ريتم كامل نحكي لك يقعد الباز بتاع الراب الباز يقعد ما نعرفش شنو يتسماه واني كلكيك وكالفازات هذوك لكن تعرف وين تدخل دربوكه مثلا في بلاصه شنو في التزيينات تاع التزيينات وما تقعدش متواصله المزود نتاعنا ناخذوا ميلودي ما من غادي نجيبها الميلودي من المزود من الزكره من نحاولوا ندخلوا الالات الموسيقيه نتاعنا تعطي روح جديده للموسيقى بالرسم نحب على حاجه حس فيها الهويه نتاعنا واحد كيما امباير واحد كيما ما عنديش الامكانيات ممكن اللي عند الاولاد تاو فهاني نقول لهم في الفكره
باش حتى لو كان سبق فيها حد راي خارج من عندي يعني فهمت شنو برو لازم نخمو كان عملها فايبا فايبا لشو شنو صار يعني حكيت حتى في ستوريات علاش قول لعبت تبعني في ستوريات تعرفني غادي كيفاش كيفاش نعيش فايبا علاش قاعد نقول لك اللي تو خاطر الرأي اللي فايبا فكرته ظلمت نوعا ما لو كان مش هكا العريبه كان عامله 12 العريبه هذيك هذيك حفظت الوجه لو كان العمل هذاك ما نجحش كيما ما نجحتش الشركات الاخرى راهي لعبت ضحكت برشا على التجربه نتاع فايبا مع انه فما برشا ناس ضحكت النورمال مور بنيو عليها نجم نقولوا واش عمل فايبا اجتهد انه لازم تكون هاويه كثر من المزود صحيح شنو نعملوا نعملوا ميكس كيما صار في مصر تراب شعبي برو بالرسمه طلعوا ستيل نتاع موسيقى فاهم فاش نحكي لك صحيح صحيح وشو الاولاد شو الاولاد الفازة هذيك قاست كي قلتها لك كي قلت لك على خاطر ما عنديش الامكانيات ما عنديش الامكانيات مش معناها نسكت نجم نقولها باش ناس اخرى تستنفع بها نورمال نورمال شباب فاهم فاش نقول لك فانا وعمل اما لازم مني كملتها كمل هاي الاولاد بسعاده وبسعاده كالعاده سحق حاجه بالفلوس عمل عليه طلع في انستغرام السلام عليكم